यहाँ पे एक महफिल मुनाकिद किया गया है और इस महफिल के ज़रिए से हम अपने बच्चों की और अपने तालिब इल्म की ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पर आए और स्टेज पर आकर अपने जो कलिमों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रौनक बख्शे। कलिमा पढ़ने वाले सायरा और उनके साथी जो साथी जो मौजूद है वो यहाँ पर आए। Juge doit très prendre la crève de la juge en première. Qui c'est le putain de bon spelling? Spelling. Juge doit être katan. Dika nous katan. Dika nous katan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة بنا إيمان آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر كلمة بنا إسلام كلمة شهادة صلاة الخمسة صوم رمضان زكاة المال حج البر كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمة توحيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والفاطمة أمة الله والحسن والحسين صفة الله على مهديهم رحمة الله وعلى مبغزهم لعنة الله كلمة رزق كفور اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك بما لا أعلم به وتبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله كلمة تلك لا إله إلا أنت واحد محمد رسول الله لا إله إلا أنت بنور قدرتك لا إله إلا الله يدا قدرته ورسوله لا إله إلا الله محمد خليفة الله لا إله إلا الله اللهم نفسه بنور قدرته لا إله إلا الله حقا حقا محمد الرسول صديقا صديقا صفيا صفيا علي والكلمة تهلل لا إله إلا الله نكير منكر كسوال وجواب الله ربي والإسلام دين والقرآن كتابي والكعبة قبلتي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي وعلي عليه السلام إمامي وبعده سيد أولادي حسن بن علي ثم أخوه سبت التابع لمرزات الله الحسين ثم العابد علي ثم الباقر محمد ثم الصادق جابر ثم القاضي موسى ثم الرزا علي ثم التقي محمد ثم النقي علي ثم الزكي عسكري الحسن ثم محمد النبي السلام عليه وعليه أجمعين سادتي وقادتي وإمتي وإمامي بي أتولى